لازم نتكلم على البريمير ليج طبعا، ولو اتكلمنا على البريمير ليج لازم نتكلم على نجمنا الكبير محمد صلاح، ولازم نتكلم على ليفربول. المباراه اللي قدام محمد صلاح امام توتنهام مباراه من افضل المباريات على المستوى الذهني على المستوى البدني لمحمد صلاح. نشوف مع بعض الاول نتائج اخر جوله من البريمير ليج، لان كانت في بعض النتائج يعني مفاجاه. ليدز يونايتد وفوزوا على بورنموث 4-3، المان سيتي فوزوا بصعوبة نقدر نقول على فولهام 2-1، ونوتنغهام فورست والتعادل مع برينفورد 2-2، وولفهامبتون هزيمة أمام برايتون 3-2، وليستر سيتي وفوزه على إيفرتون 2-0، تشيلسي هزيمة أمام الأرسنال 1-0 ويستمر الأرسنال في التألق وطبعا الصدارة، أستون فيلا مباراة قوية جدا جدا أمام المان يونايتد وفوزه 3-1، ساوثهامبتون هزيمة أمام نيوكاسل، كمان نيوكاسل من الفرق المفاجأة في البريمير ليج السنة دي، بتعمل أداء أكتر من رائع وفاز على ساوثهامبتون 4-1، وستهام هزيمة من كريستال بالاس 2-1، وتوتنهام مباراة قوية جدا ما بينه وما بين طبعا ليفربول، و 2-1 هدفين لنجمنا الكبير محمد صلاح أمام توتنهام. خلينا نتكلم على المباراة دي، مباراة قوية جدا، كان مهم جدا جدا لليفربول الفوز بهذه المباراة على مستوى الجماعي، كان مهم قوي ان محمد صلاح رجل المباراة واحرز هدفين ولا اروع في هذه المباراة. كابتن محمد صلاح السنة دي يمكن من أسوأ المواسم ليه مقارنة بالأرقام بتاعته، ومش محمد صلاح بس اللي وحش، محمد صلاح عنده مشكلة، ليفربول عنده مشكلة، يورجن كلوب عنده مشكلة، وده اللي أدى بشكل كبير للشكل اللي احنا شايفين عليه ليفربول. ولكن محمد صلاح دايما يا كابتن أقول إن هو واحد من اللعيبة القليلة اللي في العالم اللي بقت دلوقتي عندها حتة الفينش جوه ال 18 بمهارة عالية جدا. الهدوء كمان يعني. هدوء يا كابتن في الكرة التانية، التشيب اللي عملها أوقات صعبة جدا ومعدي وبيحطها بهدوء جدا 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 جدا. محمد صلاح يا كابتن يتميز بالهدوء عند منطقة الجزاء، وده اللي ما كانش موجود السنة دي عند محمد صلاح في المباريات اللي ابتداها السيزون ده عند ليفربول. كان في ضغط كبير جدا على محمد صلاح بعد رحيل ساديو ماني، بقت العين كلها بتاعت المنافسين على محمد صلاح، انا هقفل على محمد صلاح والباقي انا ممكن اتصرف معاه، فالضغط كله بقى على محمد صلاح. زي تغيير طريقه اللعب بتاعت يورجن كلوب، ان هو ساعات بيرمي محمد صلاح في حضن الاثنين مساكين، ودي كانت مشكله كبيره جدا، ان محمد صلاح مش فرد ومش راس حربه اللي هو يقدر يعمل لك. بس عايز اناقشك في النقطه دي، 80% من اوقات المباراه امام توتنهام كان محمد صلاح ما بيلعبش اللي هو تارجت سترايكر، ولكن هو متواجد، كان عنده يا كابتن مرونه في حته اللي قدام، حلو اللي هو متواجد ما بين الباك شمال وما بين الوينج رايت وما بين الفيرو بالظبط، واليوت هو اللي كان بياخد يمكن الجزء اليمين دوت لمحمد صلاح، فده قرب جدا محمد صلاح، ومن خلال الجونين اللي جابه محمد صلاح تقريبا في بوزيشن راس الحربه، يعني الجون الاولاني اللي لطشه ده في بوزيشن راس حربه مش هو اللي ابتداها يا كابتن. ما هو انا ده اللي انا بقول لك عليه بقى كابتن، هو اللي ابتدى، يعني الجون الاولاني اللي ابتداه محمد صلاح نزل خد الكوره، توتنهام ضغط عالي، ليفربول طلع بالكوره صح، محمد صلاح ضغط عليه باثنين، لعب الكوره بكعب رجله خلاص تخلص منهم، اول ما لعب الباص يا كابتن كان على الخط، قطع على طول لغايه نص الملعب، لغايه لما حصل هناك الدبل باس من الناحيه الثانيه واتلعبت له الكوره، استلم باليمين والسكند تاتش على طول في الهدف، وده اللي بميزه محمد صلاح ان هو ما استناش، هو دايما منطقه الجزاء واخد قرار واحد وديسيجن واحد وهو التسديد. الجون الثاني يا كابتن انا عاوز اتكلم عليه، اليسون ثاني مع محمد صلاح، اليسون خد الكوره برضه بيلعب الكوره دايما، ده التاكتكس بتاعت ليفربول في الهجمات المرتده بتاعت الكورنرات اللي بتلعب عليهم، اليسون مجرد بياخد الكوره محمد صلاح على طول بيجري ناحيه الهدف المنافس، اتلعبت الكوره داير لعيب ما اعرفش ازاي لعيب دولي في منتخب انجلترا بيغلط غلطه كبيره جدا، وتاني يا كابتن اقول لك الغلطه بتاعت داير دي ليها علاقه بان محمد صلاح هو اللي ضاغط عليه، زي الغلطه بتاعت كانسيلو في مباراه مانشستر سيتي وليفربول، هي ليها علاقه قلقانين المدافع بيبقى قلقان يا كابتن، يعني لو داخل عليا لعيب كبير يعني ميسي او رونالدو انا بقلق ان اللعيب ممكن يعمل اي حاجه، يضحك عليا اي حد، ممكن يغلط، ممكن لو لعبت الكره قصيره هو يسبق، فدي كانت سبب من الاسباب. بس انا يا كابتن عاوز اتكلم في نقطه، محمد صلاح يلعب جوه الملعب ولا يلعب على الطرف؟ يا كابتن لو هيلعب 4-3-3 صريح، هيلعب باثنين اجنحه، الافضل لمحمد صلاح ان هو يلعب على الطرف مش جنب الخط ومش ماسك الخط، ولكن هو يقدر ان هو يطلع لبره وفي نفس الوقت ان هو يخش لجوه ويعمل البليسنج بتاعته. لو هتلاعب محمد صلاح كفيرو بطريقه 4-4-2 او طريقه مثلا 4-4-1-1، لازم محمد صلاح يا كابتن على حسب التكتيك، على حسب انا بلعب يعني اللي هو لعب كده قدام مانشستر سيتي عشان مانشستر سيتي كان ماسك الكوره، ومحمد على فكره يعني عنده اجاده في اي مركز، في اوقات معينه بيبقى يعني متكتف شويه، في حاله لو هو بيشتغل
اسيست، هو بيشتغل بلاي ميكر او هو بيبقى بيستلم الكرة في بوزيشن ان هو يمرر ما يسجلش. ولكن المباراه اللي فاتت ولو توظف كده، واكيد الفتره اللي فاتت هيشتغل على ده، ان حتى نونيز هو اللي بيعمل له الاسيست، وهو نونيز كان بيلعب وينج ليفت بالظبط، فهو الفينيشر، وده مهم جدا محمد صلاح يكون الفينيشر. عايزين نشوف ترتيب الجدول الدوري الانجليزي البريمير ليج طبعا قبل التوقف الدولي، وصداره ارسنال طبعا في الصداره باستحقاق وجداره في المركز الاول، مان سيتي في المركز الثاني، نيوكاسل ثالث، توتنهام في المركز الرابع، مان يونايتد يقترب شويه مان يونايتد ولكن ببطء شديد جدا في المركز الخامس، برايتون في المركز السادس، تشيلسي ما زال يعاني في المركز السابع، ليفربول بفوزه على توتنهام بيقرب الى حد برضه ببطء ولكن في المركز الثامن، فولهام تاسع، كريستال بالاس في العاشر، برينفورد 11، ليدز يونايتد 12، استون فيلا 13، ليستر سيتي 14، ويست هام في المركز 15، وايفرتون في المركز 16، واخر اربع فرق في البريمير ليج، نورموث في المركز 17، ساوث هامبتون، وولف هامبتون، وتوتنهام فورست.